هلو بريب 3، وي ويل ستارت ليسون نمبر 2 ان يونت نمبر 2 هو بعنوان الكتريك كارنت اند سيلز. احنا عرفنا في الليسون نمبر 1 ان في عندي sources اند تايبس اوف الكتريك كارنت. عرفت ان انا عندي sources للكتريك كارنت، وخدت من ضمن السورسز دي في الليسون نمبر 1 خدت الباتريز وخدت الدراي سيلز. طيب النهارده بقى هندرس السورس اوف الكتريك كارنت. بيقول لي the electric current can be generated into two methods. ممكن ال source of electric current ممكن يجوا عن طريقين. أول method وهي electrochemical cells. طب electrochemical cells دي زي ايه؟ زي batteries وزي dry cells. طب batteries و dry cells بيعمل ايه؟ بيقول لي they are cells in which the chemical energy is converted to electric energy. احنا عرفنا ان ال batteries و dry cells بتعمل او stored ل chemical energy. فال chemical energy is converted to electric energy. دي الديفينيشن بتاع الالكتروكيميكال سيلز. الالكتروكيميكال سيلز الاكزامبل ليها هي دراي سيلز اند باتريز، والديفينيشن بتاعها انها سيلز ذا الكيميكال انرجي كونفرتد تو الكتريك انرجي. طيب الميثود نمبر 2 وهي الالكتريك جينريتورز اور الداينموز. طيب الالكتريك جينريتور اور الداينموز احنا خدناها قبل كده عباره عن ديفايسز which is a mechanical energy or kinetic energy is converted to electric energy. يبقى الميكانيكال انرجي او الكينيتيك انرجي بتتحول لايه؟ بتتحول لكيميكال لالكتريك انرجي. طيب الاكزامبل ايه؟ الاكزامبلز هي الداينامو. الداينامو دي موجوده في اي موفمنت او اي ترانسبورت، اي ترانسبورت موفمنت زي الداينامو اللي موجود مثلا في الكار، الداينامو اللي موجود في البايك وهكذا. يبقى الاكزامبلز عندي هي الداينامو او الالكتريك جينريتور. طيب في تايبس types of produced electric current. الالكتروكيميكال سيلز بتعمل produce لالكتريك كارنت لتايب معين اسمه direct electric current. طيب الدينامو بتعمل produce لalternating electric current. هنفهم كل واحدة فيهم دلوقتي. طيب الالكتريك كارنت أو types of electric current، أنا قلت إن أنا عندي two types of electric current. في عندي direct electric current وفي عندي alternating electric current. طب أنا عملت classified للelectric current according to إيه؟ according to حاجتين. أول حاجة direction، هعرف الdirection بتاع كل type فيهم والintensity بتاعة كل واحدة فيهم. يبقى أنا دلوقتي هدرس الدايركت الكتريك كارنت وهدرس الالترناتينج الكتريك كارنت من حيث ايه او اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو ذا دايركشن اند ذا ايه اند ذا انتنسيتي. طب ايه السورس بتاعه الدايركت الكتريك كارنت؟ طبعا انا لسه قايلاها هي الالكتروكيميكال سيلز زي الدراي سيلز اند باتريز، والسورسز بتاعه الالترناتينج الكتريك كارنت هي الالكتريك جينريتورز او ممكن اقول الداينموز. تمام. طيب الانتنسيتي بقى، الانتنسيتي بتاعه كل واحده فيهم بيقول لي الالكتريك دايركت الكتريك كارنت هاز كونستانت انتنسيتي. طيب الالترناتينج الكتريك كارنت لا، هاز فاريبل انتنسيتي. لو بصينا على الجرافيكال ريبريزنتيشن للانتنسيتي بتاعه كل واحده فيهم هلاقي الدايركت الدايركت الكتريك كارنت الانتنسيتي بتاعتها is constant by passing time. يبقى كل ما التايم بيعدي او بيحصل له انكريز بلاقي الكارنت انتنسيتي ثابته ما بيحصل لهاش اي فاريشن. طيب الالترناتينج الكتريك كارنت لو بصيت على الجرافيكال ريبريزنتيشن هلاقي ان الكارنت ذا كارنت انتنسيتي از فاريبل انتنسيتي باي باسنج تايم. يبقى باي انكريزنج ذا تايم بلاقي عندي الانتنسيتي از فاريبل، مره تبقى هاي ومره تبقى لو وهكذا. تمام. طب الدايركشن بتاعه كل واحده فيهم،
الدايركشن بتاعة الدايركت الكتريك كارنت بيقول لي it is يوني دايركشنال. يعني ايه يوني دايركشنال؟ يعني الدايركشن بتاعها is fixed، يعني في اتجاه واحد، في one direction، ما بيحصل لهوش اي variation. يبقى في الدايركت الكتريك كارنت الدايركشن بتاعها has one direction. تمام، بيقول لي the electrons flow from one pole of the electromechanical cell passing through the component of the circuit to the other pole. يعني الدايركشن بتاعها is one direction. تمام، طيب الالترنيتنج بقى الكتريك كارنت، قال لي لا الدايركشن بتاعها هو كمان variable direction. طيب يعني ايه variable direction؟ يعني الالكترونز flow in one direction at the beginning then starts to flow in the opposite direction. يعني ممكن تروح في direction في direction معين وترجع تاني من نفس الدايركشن بس في opposite direction. تمام كده، يبقى بتمشي من البيجينينج في direction معين وممكن ترجع تاني في opposite direction عادي جدا. and this cycle is repeated many times. ممكن السايكل دي او السايكل دي تتكرر كذا مرة. يبقى الدايركشن بتاعها is a variable direction. الالكتريك سيركت اللي موجوده في الليفت سايد هي دي السورس، سوري هو ده الدايركشن بتاع الايه الدايركت الدايركت الكتريك كارنت. الدايركت الكتريك كارنت الدايركشن بتاعها هاز وان دايركشن اور يوني دايركشنال. طيب الالترنيتنج الالترنيتنج الكتريك كارنت دي الكتريك سيركت اهي اللي موجوده في الرايت بيكتشر، دي الكتريك سيركت. والالكتريك سيركت دي اللي انا وصلتها بسورس اوف الترنيتنج كارنت لقيت عندي كذا دايركشن للالكتريك كارنت، مش يعني مش دايركشن واحد، لا ممكن تروح وترجع في اوبزيت دايركشن. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف برضو الترانسفيرنس. الترانسفيرنس بيقول لي الدايركت الدايركت الكتريك كارنت it can be transferred only for short distance. يعني هو distance صغيرة، هي عبارة عن باتري صغيرة أو source of direct electric current و electric circuit صغيرة. ال electric current ممكن تعمل passing through it، يعني محتاجة short distance. تمام طيب ال alternating electric current، لا ال alternating electric current it can be transferred for a short and long distance. ممكن short distance وممكن long distance، زي distance between مثلا أسوان، مثلا ما هو مثلا السد العالي في أسوان ده بيعمل بيدينا alternating electric current، فبيجيلنا من خلال عادي الزجزج أو من خلال أي cities تانية. يبقى ال direction بتاع ال sorry ال distance أو transference بتاع ال alternating electric current بيقولي it can be transfer for short and long distance through wires. تمام كده طيب بعد كده بيقول لي change to another type. الدايركت الكتريك كارنت it can be converted into an alternating current. ما اقدرش ان انا احول الدايركت لالترنيتنج الكتريك كارنت. طيب في الالترنيتنج الكتريك كارنت اقدر احولها؟ قال لي it can be converted into direct current. اوكي طب اليوزس بتاعت كل واحده فيهم؟ اليوزس بتاعت الدايركت الكتريك كارنت بيقول لي it used in electroplating process. يعني ايه electroplating process؟ يعني مثلا انا عندي فورك والفورك دي عايزة اعمل لها بينتينج بي لير اوف سيلفر. تمام فاقوم عاملة ايه؟ اقوم عاملة الكتريك سيركت ووصل الفورك بباتري، الباتري طبعا ده سورس اوف دايركت الكتريك كارنت، ووصل البول التانية بالباتري بوصلها بسيلفر ميتال. فبالتالي انا اقدر اعمل بينتينج للفورك دي بالسيلفر ميتال. انا عايزة اعمل لها بينتينج بسيلفر لير، هقوم وصلها الفورك دي بسيلفر ميتال. تمام واعمل الكتريك سيركت ووصل فيها سورس اوف دايركت الكتريك كارنت، وبالتالي انا اقدر اعمل الكترو بليتنج بروسيس.
طيب ايه اليوزس التانية؟ هي operating some electric appliance. يعني ايه؟ في عندي electric devices او electric appliance ممكن ان انا اعمل لها operating عن طريق ايه؟ عن طريق الطيب اللي هو direct electric current. طب ال alternating electric current ايه هي اليوزس بتاعتها؟ هي lighting houses and streets. طبعا اللايتنينج اللي موجود في الهاوسز واللي موجود في الستريتس ده كله alternating electric current و operating برضو electric appliance. في electric appliance برضو ممكن تستخدم ال alternating electric ايه؟ ال alternating electric current. طب ايه ال definition بتاع كل واحدة فيهم؟ ال definition بتاع ال direct electric current وال symbol بتاعها هو DC. يعني ايه DC؟ يعني direct electric current. It is an electric current which has a constant intensity and flow in one direction in the electric circuit. يبقى has one constant intensity and one direction. طب ايه هو ال alternating electric current؟ وال symbol بتاعها هو AC. بيقولي it is an electric current has a variable intensity flows in two opposite direction. ممكن ليها اكتر من direction in the electric circuit. طيب بعد كده هناخد ال methods of connecting the cells in the electric current. في كذا method انا بقدر اوصل ال electric current ال electric cells او ال cells in the electric circuit. ازاي؟ انا عندي two methods. اول method وهي series connection وتاني method وهي parallel connection. طب ال series connection ان ال method of connection ازاي بعملها؟ ازاي؟ الاول انا بحط cells جنب بعضها كده. يعني ايه؟ بيقولي the different walls are connecting with the each other as following. ازاي بقى؟ the positive wall of the first cell is connected with the negative wall of the second cell. يبقى ال positive wall بتاعة ال cell الأولانية بوصلها بال negative wall بتاعة ال cell التانية. وال positive wall of the second cell with the negative wall with the third cell and so on. يبقى ال positive بوصله بال negative. يبقى كل positive يبقى جنبه negative. فأنا كده عملت حاجة اسمها series connection. يبقى بيقولي ايه؟ بيقولي therefore the positive wall of the last cell and the negative wall of the first cell of the walls of the battery. يعني ايه؟ يعني بلاقي عندي اخر battery ال positive wall بتاعتها بوصلها بال negative wall بتاعت اول battery. وبكده انا عملت ال series connection. طب البارل كونكشن؟ البارل كونكشن لا، انا بعمل بوصله ازاي؟ بعمل السيميلر بول ار كونكتد وذ ايتش اذر. يعني الفيرست سيل والسكند سيل والثيرد سيل انا بحطهم فوق بعض كده. بحيث ايه؟ بحيث ان البوزيتيف بول اوف ذا سيلز ار كونكتد وذ ايتش اذر، تمام، والنيجاتيف بول اوف ذا سيلز ار كونكتد وذ ايتش اذر. يبقى النيجاتيف هتتوصل مع النيجاتيف هتتوصل مع النيجاتيف لكل سيل، الفيرست سيل والسكند سيل والثيرد سيل. وكل دول لما يبقى البوزيتيف وولز ار كونكتد وذ ايتش اذر يبقى معنى كده اكت از ا بوزيتيف وول، والنيجاتيف وول برضو اكت از ا نيجاتيف وول. يعني معنى كده ان زير ويل بي وان بوزيتيف وول اند وان نيجاتيف وول. طب احنا خدنا بالنا ازاي بنرسم الباتري في الالكتريك سيركت؟ برسمها ان في عندي لاين كده اللي هو السمول لاين او الشورت لاين، ده يبقى نيجاتيف بول، واللارج لاين او التول لاين او اللونج لاين بيبقى بوزيتيف بول. تمام كده. طيب في دلوقتي اكتيفيتي تو ميجر ذا الكتروموتيف فورس ان ذا سيريس كونكشن. تمام. طيب الالكتروموتيف فورس اللي هو الاي ام اف اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، اللي هي الالكتريك بوتنشال اللي جايه جوه، اللي جايه من جوه ايه؟ اللي جايه من جوه السيلز او الالكتريك سيلز. طب انا هعمل ايه؟ ايه الستبس عندي؟ بيقول لي make an electric circuit consisting of one cell and voltmeter and determine
EMF reading in voltmeter. يعني ايه؟ يعني انا هستخدم electric cell او cell واحدة بس، وهعمل electric circuit على cell واحدة بس، وهقيس ال EMF عن طريق الفولتميتر اللي انا هوصله بالالكتريك سيركت، وكده انا خدت الريدنج للفولتميتر وهسميها E1. تمام. طيب نمبر 2 قال لي هزود كمان سيل، يبقى انا هعمل كونكتنج لتو سيلز، تمام كده، ان سيريس كونكشن، وبعد كده هياخد الريدنج اوف فولتميتر وليكن هي ال E2. طيب نمبر 3 هعمل connect another similar cell in series connection، يبقى انا كده عندي 3 cells وهاخد ال reading of voltmeter او اللي هي ال EMF واسميها E3. طب ايه هي الobservation؟ الobservation لقيت the EMF on the second case is twice the EMF in first case. يعني ال second case لما يبقى عندي two cells وعندي two reading لل EMF بلاقيها twice لل one reading of EMF. We in the case number 3 أو in the third case is 3 times the E number 1. يعني معنى كده الconclusion عندي ايه؟ عندي ان ال EMF of battery made up of cells is in the connecting series equal the summation of EMF of these cells. يعني ايه؟ يعني الالكتروموتيف فورس بتاعة الباتري كلها equal الالكتروموتيف فورس 1 plus E2 plus E3. يبقى ال E بتاعة الباتري كلها equal E1 plus E2 plus A plus E3، او ممكن اقول عليها ايه، ممكن اقول ان ال E batteries equal N times EMF of one cell. هشوف انا عندي كام cells، لو عندي مثلا cells كتيرة جدا استخدم اللو ده، هشوف عندي كام cell واضربها في ال EMF بتاعة ال one cell. تمام كده. يبقى انا كده by increasing the number of cells the electromotive force of the battery will increase. يعني عندي direct relationship between the number of cells and EMF بتاعة البطارية كلها. طيب بعد كده هناخد الactivity number 2 وهي measuring لل EMF of electrodes connecting in parallel series او in parallel sorry method. انا هعمل ايه؟ هعمل زي ما عملت في الاكتيفيتي اللي فاتت بالظبط، بس انا هغير الway of a of the connection. انا هعمل المره دي هعمل parallel connection عن طريق ان انا هاخد two cells وهعمل لهم connecting with each other in parallel connection، وهقيس ال E2، وبعد كده هجيب 3 cells وهعمل لهم connecting in parallel connection بالشكل ده، وهياخد ال E3. يبقى انا كده عندي E1 و E2 و E3، هلاقي ان ال E1 equal ال E2 equal ال E3. يبقى ال observation اللي عندي لقيت ان ال reading of the third case is the same as the second case and is the same of the first case. يعني ال E1 equal E2 equal E3، دي ال observation بتاعتي. يبقى معنى كده ال conclusion وهي ان ال EMF of the battery equal EMF of one cell. يبقى كل ما بزود ال number of cells ال EMF ثابتة، يبقى ال parallel connection او ال E بتاعة ال battery equal E1 او equal E2 equal E3. يبقى الـ relation between the electromotive force and the number of similar electric cells connecting in parallel connection can be represented by opposite graph. يعني ايه؟ يعني الجراف اللي انا هوريه لكم دلوقتي، وهي دي الـ relation between the EMF of the battery with the number of cells. يبقى by increasing the number of cells in the parallel connection أو parallel method بلاقي عندي ال EMF is constant،
ال EMF ما بتتغيرش by increasing the number of cells فين؟ في ال parallel connection. طيب بتيجي تسيب بقى المسائل او البروبلمز اللي بتيجي على الجزئية دي، ممكن يطلب مني، ممكن يجيلي في المسألة ويبقى انا عندي في المسألة عندي some cells connecting in a serious connection، وفي عندي شوية تانيين او cells تانية connecting in a parallel connection، وانا عايز احسب ال EMF بتاعت الباتري كلها. انا هجيب الاول ال EMF بتاعت ال cells which are connecting in a serious connection او in a serious method، وهعمل لها بلس بال EMF بتاعت ال parallel method. طيب ازاي بيجي المسائل بقى؟ بيقول لي ايه اول problem؟ بيقول لي a battery is consist of 3 cells the EMF of the cells is 3 volt. يبقى انا عندي 3 cells وكل cell فيهم has 3 volt، تمام كده. بيقول لي calculate لل electromotive force if the electrodes are connected in a serious connection and in the parallel connection. يبقى انا هحسب الاول ال serious connection لوحدها وال parallel connection لوحدها. طب ال EMF بتاعت ال battery في ال serious connection كان اللو بتاعها ايه؟ اللو بتاعها equal the number of the cells times ال electromotive cell. يبقى انا عندي كام cells؟ عندي 3 cells، يبقى 3 times 3 اللي هي 3 volt equal 9 volt. طيب ده في حالة ال serious connection. طب في حالة ال parallel connection، ال parallel connection ال electromotive force بتاعة ال battery equal ال electromotive force of the one cell، يبقى equal A equal 3 volt. طب البروبلم اللي بعد كده بيقول لي calculate the EMF between the two terminals of A B of the two following circuit. هاخد ال circuit number 1. ال circuit number 1 انا عندي كام cell؟ عندي 4 cell. في عندي 2 cells are connecting with each other in a parallel connection، وفي عندي 2 cells مالهم متوصلين in a serious connection. حلو كده. طيب انا هعمل ايه؟ هجيب الاول البارلل لوحدهم وهجيب السيريس لوحدهم وهجمع الاي ام اف مع بعض. طيب الاي ام اف بتوع السيريس سيلز، انا عندي سيل اللي هي ايكوال 3 فولت بلس 2 فولت، تمام كده. يبقى 3 بلس 2 ايكوال 5، تمام. طيب انا كده جبت السيريس كونكشن. طب ممكن اجيب اللي هي بارلل كونكشن، البارلل كونكشن هتبقى ايكوال 1.5، يعني معنى كده 3 بلس 2 بلس 1.5 ايكوال 6.5 فولت. يبقى انا كده جبت السيريس كونكشن لوحدهم وجبت البارلل كونكشن لوحدهم وجمعتهم على بعض او عملت لهم سميشن ويز ايتش اذر، وبكده انا جبت الاي ام اف بتاعه الباتري كلها. طيب الفيجر نمبر 2 او السيركت نمبر 2، السيركت نمبر 2 الاول انا هجيب الايه؟ هجيب اللي موجودين in serious connection الاول. في عندي 3 batteries اللي موجودين فوق دول مالهم in a serious connection، اوكي. طيب هما عندي كام battery؟ عندي 3 battery. يبقى ال EMF of the first group in the serious connection equal N times E. ال N عندي 3 batteries times 1.5 يبقى equal 4.5 volt. انا جبت اللي فوق. اجيب بقى ال second group اللي تحت برضو عندي N times E1، ال N equal 3 times 1.5 يبقى equal 4.5 volt. انا كده جبت ال two groups اللي هما in serious connection، تمام كده. واحدة فيهم 4.5 والتانية 4.5. طيب انا بعمل ايه عشان خاطر اجيبهم؟ مش اللي فوق دول او ال two groups دول مالهم connected with each other in a parallel connection؟ يبقى معنى كده الباتري كلها equal one of them او ال two groups، اشوف جروب واحدة منهم وهي دي الباتري كلها. يبقى ال EMF of battery equal ال EMF لوحدة من ال serious connection دول. طيب equal A equal 4.5 لان ده parallel connection.
فولت طبعا. وبكده احنا خلصنا الليسون نمبر 2، وان شاء الله ندخل على الليسون نمبر 3.